مرحبا بكم مشاهدين الكرام في سلسلة مضخات فانسان. سوف نتحدث اليوم عن المضخة التي طرازها 45/23. غزارة العظمى لهذه المضخة 58 متر مكعب، وتعطي عند وجه الماء 190 متر غزارة 50 متر مكعب، وتعطي عند وجه الماء 250 متر غزارة 36 متر مكعب، حيث الرفع الأعظمي لهذه المضخة 340 متر وقوتها 50 حصان، وتحتاج إلى 85 لوح قياس 700 واط، حيث تستهلك هذه المضخة 40 كيلو واط، أي كل خط 75 أمبير